كلما تقدم الإنسان في العمر قلت حاجته للنوم، وفيما يحتاج الأطفال الرضع حديث الولادة إلى 16 ساعة من النوم يومياً بالمتوسط، يشعر المسنون الذين تجاوز عمرهم 70 عاماً بعد 6 ساعات من النوم بالراحة. أما النساء فتحتاج إلى فترة نوم أطول من الرجال، وفي الشتاء ينام البشر أكثر مما يناموه أثناء الصيف. وعموماً يقضي الإنسان 25 عاماً من مجمل حياته نائماً، ولا يستطيع الخبراء حتى الآن تفسير سبب حاجة الإنسان للنوم، إذ تتراوح التفسيرات بين توفير الطاقة وتنظيم أولويات الذاكرة وإراحة الجسد.